لو مسموح الاحتجاج او يعني تقدر تحتج على الاداره، يعني ترفع لهم تظلم تقول لهم يعني ليش انا، ليش انا انهم امس هو يقول على الهواء انه قال انه المايك، انا المايك طفى معي ترى امس 3 مرات، وانت تشوف اطلع لهم يعدلون وارجع، يعني مو من يعني انت تشوف الرياليتي انه بسبب المايك، مو مسألة شو اسمه البرايم هذا هو على كلامه، هو قال انه اول حاجه هو قال امس انه عشان المايك يطفون المايك صح ولا لا؟ امس طفى معي 3 مرات مثل ما انا جالس معك الحين وسولف انا والعيال هنا، فجاه قفها المايك، طبعا ما ادري عنه بس تجيك ناداني برا جيته عدل لي المايك، قال لا انتم طفيه، شلون واحد جالس زي كذا ما يمديني اطفيه على الهواء، تعرف شغله تفك وجيته قال لي لا خلاص اشتغل، وارجع مره ثانيه ويطفي ويرجع نفس الحاله، وارجع مره ثانيه ويطفي من جديد وارجع لبرا، قال لي الحجار ركب الحجار من هذه سلك المايك ما قام يطفي. طيب بعدين اصلا حتى موضوع المايك انه ترى يعني انا العيال اللي يطفون المايك، ما اتكلم عن نفسي انا ما طفيته، بس اتكلم عن العيال اللي يطفون المايك، ترى اول اسبوع والمايك جديد عليه فاي خلل عطه خبر يعني على طول، مو تخليني جالس بلبث اسولف مع الكراسي ما حد يسمعني. انا متفائل، كل لي ثقه باذن الواحد الاحد، باذن الواحد الاحد انك راح تبقى سواء بقيت ولا، انا متفائل على قولتهم بالناس اللي برا، الناس اللي حبت عبد الله حبت يعني شخصيته زي ما هو قدمته يعني. ايوه من غير كذا انها واثق انها ما لا اله الا الله اني راح اقدم اعمال برا، هذا انت عارف انه انطلاقه لك صح ما صح. هو يعني لو بقدم هنا كل شيء بطلع برا ما راح اقدم شيء، ما حد بيستفيد منك. وش اسوي لك انت تقديمك بالريالتي طلعت انتهت 90 يوم، طيب وينك؟ ما في شيء. علومك بخير عافية. طيب لو طلع فيصل طيب